طب انا عايزه اقولك بقى حاجه، شوفي الصدفه غريبه جدا، يعني انا النهارده الفقره الرئيسيه بتاعتي بعد الفاصل هنتكلم عن مسلسل ازمه منتصف العمر، لان هو عامل حاله جدليه كبيره جدا، فبالمره اسالك عن رايك. لا انا لا مش مبسوطه خالص. ليه بقى؟ هقول لك حاجه، انت ممكن تعرضي قضيه زنا المحارم، بس بشرط وشرط جوهري، انك تخليني كمتفرجه اكره الحركه دي وابقى مش متعاطفه معاها اطلاقا واكره اللي عملها. ده في السياق الدرامي، يعني ان احنا ما نتعاطفش مع طبعا. انما لما تخليني احب البطله وابقى متعاطفه معاها لدرجه ان انا نفسي ان العلاقه دي تنجح عشان البطله تخرج من ازمتها النفسيه وتعيش وتتحب وتتحب، دي تبقى كارثه كبرى. بس عايزه اقول لك حاجه، ان هما في الاخر قالوا لا ده مش زنا محارم، هي مش والدتها الحقيقيه والكلام ده. لا بس انت عرفتي حتى لو مش والدتها الحقيقيه، انت اديتيني الايحاء في الاول انها امها، خلاص دخلتي في مخي الفكره. طيب